هو يوم غضب سلمي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية، تمثل بإضراب عام شمل كل المدارس الرسمية والخاصة. المعلمون وموظفو القطاع العام نفذوا اعتصاما حاشدا أمام المجلس النيابي، مطالبين الدولة بإقرار زيادة قيمتها 121% على الأجور، إضافة إلى مطالب إدارية تتمثل بإقرار نظام الوظيفة العامة وإلغاء نظام التعاقد الوظيفي. ورفض المعتصمون أي إجراءات ضريبية تمس بلقمة الفقير. ما يجري اليوم هو أبعد من ملف السلسلة، هو مفهوم، هو تعليمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتحويل الدولة إلى شركة للمحاصصة. إذا اليوم مجلس النواب ما بده ينهي السلسلة بالشكل اللي بيحفظ الحقوق، مش أي سلسلة، بالشكل اللي بيحفظ الحقوق، كأنه عم يقول لنا ضلوا بالشارع، وكأنه عم يقول ما بقى في عام دراسي وما بقى في امتحانات رسمية. يتفضلوا هني يروحوا ينهوا العام الدراسي وهني يروحوا يصلحوا ويعملوا امتحانات، ما بقى في امتحانات، ما بقى في شهادات. وبالتزامن مع اعتصام الأساتذة والمعلمين، كانت الهيئة العامة للمجلس النيابي تعقد جلسة خصصت لإقرار سلسلة الرتب والرواتب. نقاشات النواب تركزت على تأمين الموارد المالية لتمويل السلسلة عبر إجراءات ضريبية يبلغ مجموعها 1742 مليار ليرة لبنانية، 60% منها يطال خدمات استهلاك الأسر وخدمات تعود لعموم المواطنين. من هنا سجل بعض النواب رفضهم لزيادة الضريبة على القيمة المضافة. لقد بدا واضحا أن هدف اللجنة الفرعية الثانية الأساسي هو الالتفاف على مبدأ الحقوق الكاملة بذريعة الحرص على المالية العامة، وهذا أمر مرفوض بالتفصيل وبالجملة. على هذا الأساس نحن نعلن في كتلة الوفاء للمقاومة عدم موافقتنا على السلسلة المقترحة من قبل اللجنة الفرعية الثانية. على مدى عشرات السنين تجنبت الحكومات المتتالية الاقتراب من محاولة أي حل لتضخم القطاع العام، فالأرقام تشير إلى أن مجموع رواتب وأجور هذا القطاع تشكل ما يزيد عن 15% من إجمالي الناتج المحلي و54% من إجمالي نفقات الموازنة. وهنا يشير بعض الخبراء الاقتصاديين أن المسؤولية المباشرة عن هذا الخلل الاقتصادي هو الفساد المستشري نتيجة المحسوبيات السياسية. إقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب قد يخرج من أروقة مجلس النواب ليواجه بموجة غضب واسعة هذه المرة من مختلف الشرائح الاجتماعية اللبنانية في حال أقر هذا المجلس زيادة الضريبة على القيمة المضافة. سحر أرناؤوط، الحرة، بيروت.